لفت نظري، ده كلام مهم برضه ورسالة حابين نقولها للشعب الإماراتي يعني والمسؤولين عن مجلس أبو ظبي الرياضي، وهم عارفين ومقدرين موقف نادي الزمالك. يعني الإعلام الإماراتي على دراية كبيرة جدا 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 بما يحدث في الكرة المصرية. اللي لفت نظرنا كمان بعد المباراة تعليق المدير الفني لفريق بيراميدز باتشيكو، مؤتمر ما بعد المباراة، قال لك نصا: أنا دلوقتي بس فهمت ليه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض إنه يخوض مباراة السوبر. دلوقتي بس فهمت وأدركت أمور ما كنتش فاهمها، لكن دلوقتي أصبح عندي نظرة أكبر مما كانت عندي من قبل. ده التصريح. ده تصريح مهم جدا ولافت جدا وما ينفعش يعدي ولا يمر مرور الكرام، لأن في النهاية ما ينفعش لعبك 11 لاعب ضد 11 لاعب جوه الملعب والموضوع بره الملعب محسوم، القصة محسومة وخلصانة. ده قصة مهمة جدا، وشايفين قدامنا التصريحات بتاعت جيمي باتشيكو. ما ينفعش الراجل قال لك انا كده فهمت خلاص، الراجل مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور انا كده عرفت هو ما شاركش ليه. على العموم خلاص يعني صفحه وانطوت بموقف هيكون ليه تبعات كتيرة جدا فيما هو قادم، لأن اعتذار نادي الزمالك كان تسجيل للموقف، ولكن لسه اللي جاي هيبقى أقوى من كده وأهم من كده. إحنا قدام منظومة امتنعت عن تطبيق عقوبة صادرة بحق لاعب هارب مخطئ بسبب لجوء النادي بتاعه لمحكمة مدنية، ودي في حد ذاتها واقعة غير مسبوقة بتدين اتحاد الكرة نفسه إدانة بالغة. وأظن كمان البيان اللي اتحاد الكرة بعد كده مسحه دليل على ده، لما ادى مهلة ساعة وسنعلن الحرب، قال لك 60 دقيقة ساعة ونشوف رد نادي الزمالك بشأن المشاركة. كان نفسهم طبعا نادي الزمالك يقول اه لا خلاص احنا هنشارك واحنا هنبقى موجودين في السوبر. الموقف والقرار عن الاعتذار في التواجد في مباراة السوبر كان حاجة مهمة وحاجة محترمة جدا من إدارة نادي الزمالك، ولقت القبول بشكل بالغ جدا من جمهور نادي الزمالك. هو ده القرار الصح، ولكن في ناس متضايقة. وردود الأفعال ما بعد المباراة امبارح، إن يقول لك أصل أنتوا متضايقين إن أنتوا ما لعبتوش مباراة السوبر. لا والله مفيش حد زعلان، مفيش حد متضايق، ولكن في بعض السموم كده يعني في اللجان الالكترونيه. حافظ انا الكلام اللي بيحصل ده، بتبقى صفحه عندها متابعين كبار جدا عند المنافس، فيقوم مغذي الجماهير والمتابعين بكلمه او معلومه ممكن تكون خاطئه، ويقوم يبني عليها الناس بقى. كل واحد ياخد الكلمتين اللي مكتوبين دول ويكتبها بطريقته هو، يكريت بقى راجل كرييتيف، ياخد الكلمتين من الصفحة ايا كانت هي الصفحة اني صفحة، ويقوم كاتبهم كأنه هو ده رأيه الشخصي. يقول لك انتوا زعلانين ليه؟ انتوا كان نفسكم مش عارف، انتوا خسرتوا كتير قوي. والله نادي الزمالك ممكن يكون لو انت شايفها فلوس فلا حلال عليك الفلوس، بس انا كسبت احترام لنفسي، احترام جمهوري ليا، اعتزاز الجمهور بان في موقف صارم قدام الظلم اللي بيشوفه.